يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يا شيخ، في بلاد المغرب عندنا يقوم بعض الأئمة بالتوسل بالصالحين، فهل يباح لنا أن نصلي خلفهم؟ لا، أولا بينوا له، ربما أنه جاهل أو ما يدري، بينوا له انصحوه، فإن قبل الحمد لله، وإلا لا تصلوا خلفه، صلوا في مساجد أخرى ليس فيها شيء من هذا. نعم.